اليوم الوجود ديالي انا هنا اولا كمواطنه مغربيه حقوقيه ومناضله في كل ما كيتعلق بحقوق المراه والطفل ولا لي ليبرتي انديفيديوال الحريات الشخصيه. الوغ هنا الموضوع ديال هاجر ريسوني سي موضوع اللي جاهر كي الغومي تيعاود يبين المشكل اللي هو فوندامونتال ديال القوانين اللي حنا اليوم تنطلبوا بتغييرها. نو سوم اون تران دوموندي ان شونجمون دو كود بينال. من هاد القوانين كنطالبوا بلاموندمون دو لارتيكل 453 اللي تيجرم الاجهاض وتيجرم المجهد اللي تيدير الطبيب وليكيب ديالو. بحال اللي تنشوفوا بهاد الحاله ديال حنان ريسوني ان يمكن كان تنظن انا وكشخصيا كنتحمل مسؤوليتي انه كان اون اريستاسيون ابيوزيف لان كيكونوا 800 حاله اجهاض في اليوم سريه. واش اليوم غادي نوقفوا هاد 800 حاله كلها وغادي نحكموها وغادي نو سي امبوسيبل بما ان كاين حريات الناس كل شيء عنده حريات ديال العلاقه كاين حريات ديال كاينين حريات واخا ما باينينش ما واضحينش ولكن موجوده حريه. علاش اليوم حنايا غنعاقبوا هذه الحريه او غنوقفوا قدامها؟ دونك اجوردي نو دوموندون لا ريفورم دان كود بينال بور ان ماروك ميور ان ماروك ستادير لو شاكان كل انسان او كل مواطن يلقى الحريه ديالو الخاصه يلقى الحقوق ديالو والكرامه. لان هذا التوقيف ديال هذه السيده هذه تنظن انه مسو الكرامه ديالها كشخص الكرامه ديالها كانسان والكرامه ديالها كمواطنه بغض النظر على التيارات ديالها مسائل خاصه بها هما يمكن عندهم توجهات اخرى حنا عندنا توجهات اخرى ولكن الحقوق والتضامن. نحن كحركه حقوقيه وقفنا هذا اليوم اولا من اجل التاكيد على ان هاجر الريسوني هي صحفيه متابعه سياسيه بالدرجه الاولى في اطار تصفيه حسابات وظف فيها كذلك القضاء. تأكيد كذلك على أن ليس فقط المستهدفة هي هاجر الريسوني ولكن كل أصوات الحرة المنتقدة والمعارضة لمجموعة من الممارسات. نؤكد أن مطلبنا اليوم واضح وهو أن يتم إطلاق سراحها ومتابعتها في حالة سراح لاعتبارات متعددة أهمها أن هاجر لم يتم تأكيد التهم التي وجهت إليها لا من خلال المعطيات الملموسة ولا من خلال المحاضر المعممة والمسربة. نؤكد كذلك على أنه على أن صحافة التشهير لعبت دورها في هذا الملف كما هو الحال في ملفات متعددة. نقول لمثل هذه الصحافة كفى من التضييق كفى من الوشاية كفى من القذف والسب فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. إذن اليوم تسعود شو تنبير محاكمة هاجر الريسوني وحنا يا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في وقفة احتجاجية على هذه المحاكمة وعلى هذا طبخ هذا الملف وفي نفس الوقت تضامنية مع الصحفية هاجر الريسوني. شخصيا اعتبر بان اللي عنده شي حساب مع شي واحد كان صحفي ولا غيره في بلادنا يدوز ليه ديريكت ويطرح معاه الملفات المعقولة الملفات اللي هي السبب الرئيسي في الاعتقال. اما تطبخ ملف بهذا الشكل فهذه مهزله في بلادنا ما غنقبلوهاش وغنبقاو مستمرين في الرفض نتاع هذه الاساليب الى ان تسود الديمقراطيه الحقه في بلادنا. وشكرا.